بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس جديد عن حمض الفوليك فيتامين أم. طبعا يوجد هذا الفيتامين في الحليب والبيض والكبد، ونقص هذا الفيتامين يؤدي إلى ظهور التهابات فموية مثل التهاب اللثة وفقر الدم وهبوط في الوزن، وأيضا قد يسبب في تشوهات عظمية في العظام، وبالذات يعني في الأجنة إذا كانت يعني الحامل لا تهتم لحمض الفوليك أو فيتامين أم، قد تسبب يعني أمراض كبيرة جدا وعميقة في عظام الجنين، وأيضا هي عظامها أيضا قد يحصل لها يعني المرض وفقر الدم، وأمراض الدم قد ترجع إلى نقص في حمض الفوليك، والالتهابات اللثة أيضا واحمرارها ونزيف اللثة قد يرجع إلى حمض الفوليك. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.